أخبار اليوم. نشوف السؤال الثالث. الفقرة الأولى بتقول اكتب العبارات التالية في كراسة الإجابة بعد تصويب ما تحت خط. ممكن تلتزم برأس السؤال زي ما قال وتاخد العبارة وتحطها وتصحح الكلمة، أو إنك تضع الكلمة فقط الاثنين صح، بس أنا أفضل إن أنت تنقل عبارة كاملة. نسبة الأمشاج اللي تحمل الجينات المتنحية لفرد متباين اللاقحة في زوجين من الصفات الأليلومورفية تمثل كام؟ طبعا الجملة الغلط أو العبارة الخطأ بتقول 50%. لا، تعال عشان قبل ما نجاوب نقول متباين اللاقحة يعني إيه كابتل؟ نشوف كده بالظبط يعني إيه متباين اللاقحة. بقول إيه كابتل إيه سمول، أدي الزوج الأول بي كابتل بي سمول، ده يمثل لك كم في المية جينات متنحية؟ لو قلت A كابتل B كابتل أدي احتمال، A كابتل B سمول أدي احتمال، A سمول B كابتل أدي احتمال، A سمول B سمول ده الاحتمال الرابع. إذن دي غلط والصح 25%. العبارة التانية بتقول أصغر الفقرات حجما توجد في المنطقة العنقية. لا طبعا مش أصغر الفقرات موجودة في العنق، في العنق في فقرات صحيح صغيرة أو متوسطة حجم، لكن أصغر الفقرات في المنطقة العصعصية. تمام. ثلاثة، يقع الجينات المسؤولة عن فصائل الدم في الإنسان على الكروموزوم، فصائل الدم موجودة على الكروموزوم التاسع. أربعة، إذا كان نصف عدد الصبغيات في الطول الحركي للبلازموديوم سين، ده نص الصبغيات في الطول الحركي سين، فإن عدد صبغيات السبوروزويتات كام؟ تعال نحسبها. عدد الصبغيات في الطور الحركي هتبقى 2 سين لأن نصفها سين، ولأن الطور الحركي بيبقى 2 نون فهو 2 سين، فإن عدد الصبغيات في السبوروزويتات تبقى نصف هذه العدد وبالتالي تصبح سين. خمسة، أفضل صور التكاثر اللاجنسي هو التكاثر مش بالتجدد، تكاثر بالجراثيم. ستة، التتابع الذي يرتبط به الحمض الأميني على تي ار ان اي هو طبعا مش اي يو جي انما سي سي اي، يبقى ده الموقع او التتابع اللي بيرتبط به الحمض الأميني على تي ار ان اي.